بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء. هنكمل حلقات ضحايا ريا وسكينة، والحلقة رقم 43. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا، أتمنى أنكم تتابعوا الفيديو للنهاية. اكتشاف مقبرة حجرة ريا الرئيسية في 38 حارة علي بيك الكبير، وبداية التحقيق مع ريا، وبداية أكاذيب ريا والطبعة الأولى من أكاذيبها. لما تم استدعاء سكينة للتحقيق في قضية اختفاء فردوس بنت فضل عبد الله عصر يوم الأحد 14 نوفمبر 1920، وده كان اليوم السابق لاكتشاف أول جثة في حجرة سكينة في 5 حارة ماكوريس في بيت الجمال، اضطر حسب الله أنه يقطع شهر العسل مع زوجته الجديدة زنوبة بنت أحمد أبو هلال عشان يتابع الموقف اللي بدأ يتعقد. كانت بديعة هي اللي ذهبت لحسب الله في منزل زوجته الجديدة زنوبة بنت أحمد أبو هلال عشان تستدعيه للتشاور مع ريا وسكينة وعبد العال بعد اكتشاف مقبرة غرفة سكينة في بيت الجمال 5 حارة ماكوريس. أدى التوقف عن مواصلة الحفر وتشميع بيت الجمال بالشمع الأحمر أدى لشيء من التفاؤل الساذج عند ريا وحسب الله وعبد العال بأن التحقيق مش هيوصل لهم، ولكنهم وصلوا التشاور والتفكير بعد تسليم سكينة لنفسها لدراسة كل احتمالات الموقف العصيب اللي هم فيه. طبعا ما كانوش يقدروا يتخلصوا من الجثث اللي في المقبرة الرئيسية في حجرة ريا في 38 حارة علي بيك الكبير بأنهم يلقوها في إحدى الخرابات البعيدة زي ما حصل مع جثة الخرابة، لأن ده كان مستحيل في جو مليء بالشكوك والريبة، وخاصة وإن الشرطة كانت استيقظت من نومها وسباتها العميق والطويل وبدأت تفتح عينيها على آخرها، ودارت المشاورات والمناقشات بين ريا وحسب الله وعبد العال، تشاوروا على إجراءات الأمن الإضافية اللي المفروض يقوموا بيها عشان تحميهم من كشف أمرهم أو من القبض عليهم. أول شيء اتفقوا عليه هو تفتيش غرفة المقبرة الرئيسية في حارة علي بيك الكبير حجرة ريا، تفتيش دقيق للتخلص من أي أثر ممكن يجعل الشرطة تشك فيهم، وكمان تعطير جو الغرفة بالبخور عشان يتغلبوا على رائحة العفونة الناتجة من الجثث المدفونة في أرضية الغرفة واللي من الممكن أنها تشكك الشرطة فيهم، وتدعوها للحفر في أرضيتها للبحث عن مصدر الرائحة، ويتم اكتشاف الجثث المدفونة في أرضية الغرفة وينكشف السر. كمان اتفقوا على إبعاد ملابس فردوس واللي كانت ريا أودعتهم عند جارتها وصديقتها أم رجب، وإبعادها عن البيت كله. في الساعة 5 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر سنة 1920، غادر حسب الله منزل زوجته الجديدة لمنزل ريا في 38 حارة علي بيك الكبير، وقام حسب الله بتفقد المقبرة تحت الصندرة بعين وأنف شرطية. وجد بعض البلاطات مستواها منخفض عن اللي جنبها ومتلخلخة ومش لازقة كويس، فأعاد حسب الله خلعها وتثبيتها بالجبس، وحاول يحتفظ باستواء سطح المقبرة ويلغي الاختلاف في مستوى البلاط عشان تبدو في وضع طبيعي ولا تثير أي شك أو ريبة. كانت الساعة اقتربت من 6:30 صباحا لما انتهى حسب الله من مهمته من دون ما يظهر محمد عبد العال اللي كان وعد حسب الله بالحضور عشان يساعده، وفضل حسب الله انه ينتظر في الخارج، فارتدى البلطو ووضع القدوم اللي كانوا بيحفروا به المقبرة الرئيسية مع ملابس فردوس في سرة، وحمل السرة تحت إبطه وغادر المنزل. وقف حسب الله على بعد قليل من باب المنزل ينتظر وصول محمد عبد العال وهو بيتفحص مدخل الحارة القريب. تنبه حسب الله فجأة لدكان محمد أحمد رمضان النجار زوج فاطمة بنت محمد عبد الرب وشيخة المخدمين، وشافوا انه مفتوح، وشاف محمد احمد رمضان النجار بيجلس في صمت في مدخل الدكان، فما قدرش حسب الله يتجاهله لانه ما كانش بيفصل بينهم الا امطار قليلة، وكانوا لوحدهم في الحارة اللي ما كانش احد من سكانها استيقظ بعد. حياه حسب الله بتحية الصباح ورد عليه رمضان النجار التحية، وكأن حسب الله بيبرر له وقوفه أمام باب بيته في الوقت ده المبكر جدا، أو بيفتح معاه كلام لما سأله حسب الله وقال له هي الكهرباء مشيت ولا لسه؟ الكهرباء اللي هي الترام،
رد عليه رمضان النجار وقال له مشيت من نص ساعة. فكر رمضان النجار انه يسأل حسب الله عن الجثة اللي تم العثور عليها في أرضية غرفة أخت زوجته سكينة، وفكر كمان رمضان النجار انه يروي لحسب الله المغامرة اللي قام بيها لما سمح له نائب المأمور عصر اليوم السابق بدخول الغرفة ومعاينة الجثة لعلها تكون زوجته شيخة المخدمين، ويحكي له ازاي حمد ربنا انه اكتشف ان الجثة مش جثة زوجته شيخة المخدمين من طول قامتها. وقبل ما يتكلم رمضان النجار ظهر محمد عبد العال فجأة على باب الحارة، وفهم رمضان النجار ان حسب الله كان بينتظر وصول محمد عبد العال، واخد حسب الله محمد عبد العال ورجعوا على المنزل، وبعد ربع ساعة خرجوا مع بعض. كان حسب الله ما يزال يحمل صورة الملابس تحت إبطه، وتعجب رمضان النجار بشدة لما شاف إيد القدوم ظهرة من صورة الملابس اللي بيحملها حسب الله. بعد وقت قليل وصل حسب الله ومحمد عبد العال غرفة حسب الله وزوجته الجديدة زنوبة بنت أحمد أبو هلال، اللي اتفاجئت إن زوجها معاه راجل غريب. قدموا لها حسب الله وقال ده اسمه محمد عبد العال، وإذا جه وأنا غايب خليه يدخل ولا تتغطيش عليه. جلس حسب الله ومحمد عبد العال على كنبة في الغرفة، فتح حسب الله صورة الملابس وأخرج منها فانيلة فردوس البيضة وسلمها لمحمد عبد العال، وربط السرة مرة تانية وأعطاها لزوجته وقال لها شيلي الحاجات دي برا البيت، وإذا جه محمد عبد العال يطلبهم اعطيهم له. ولما لاحظ حسب الله علامات التعجب على وجه زوجته حكى لها قصة ملفقة وقال لها إن في خلاف بين محمد عبد العال وبين زوجته، وإن عبد العال اضطر إنه ياخد ملابسها مقابل دين عليها له، وإن زوجته اشتكته للشرطة. وصدقت زنوبة الرواية الكاذبة والقصة المختلقة وخرجت بصورة الملابس أودعتها عند إحدى جارتها. بعد ما غادر حسب الله ومحمد عبد العال غرفة ريا في 38 حارة علي بك الكبير، بدأت ريا تقوم بدورها المحدد في خطة الأمن. قامت ريا بإلقاء كمية من المية تحت الصندرة عشان تساعد على تماسك الجبس، وبدأت تشعل بعض أعواد البخور عشان تتغلب على الرائحة العفنة الناتنة اللي بدأت تظهر وتتكثف في جو الغرفة بعد مرور 4 أيام من دفن فردوس بنت فضل عبد الله آخر الضحايا. ولما انتهت ريا غدرت غرفتها وأغلقت الباب وراها واختفت من البيت ومن الحارة كلها. اختفت ريا عشان تتهرب من استقبال الجيران اللي توقعت انهم هيحضروا للسؤال عن سكينة عشان يشبعوا فضولهم في معرفة الأخبار. تتفحص العيون الغرفة وتشم الأنوف الرائحة، وممكن أي حد منهم يشك في أي شيء ويبلغ الشرطة، وبسبب كده فكرت ريا وقررت إنها تختفي. وفي الغالب إن حصل لقاءات ومشاورات بين التلاتة ريا وحسب الله ومحمد عبد العال في نفس اليوم اللي هو الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر سنة 1920. تبادل التلاتة اللي وصلهم من أخبار التحقيق مع سكينة اللي كانوا الناس بيتناقلوها نقلا عن اللي استمع المحقق لأقوالهم في التحقيق، وما وجدوش ضرورة للقبض عليهم، بالإضافة لتكهناتهم عن صاحبة الجثة اللي عرضها على بعض أقارب الضحايا والغائبات، وجزمت أم إبراهيم بنت علي الحبشي إن الجثة لأمها زنوبة الفرارجية، وما قدرتش زكية بنت جعفر تجزم بأنها جثة صديقتها زنوبة القهوجية. والغالب إن تقدير الموقف اللي قام به رجال ريا وسكينة في الوقت العصيب والرهيب ده انتهى إن محمد عبد العال هيكون أبعدهم عن شبهات الشرطة بسبب غيابه عن مسرح الأحداث وعيون الشهود فترة طويلة، وكمان فهموا وأدركوا إن ريا هتكون أقربهم لشبهات الشرطة. وبالنسبة لحسب الله فكان في المنتصف من حيث احتمال الاشتباه فيه من الشرطة، لأن موقف حسب الله كان مرتبط في الأساس بموقف ريا، فحاول حسب الله طول اليوم إنه يلقن ريا ويلقن بديعة خطة الدفاع اللي أوهمها بإن من مصلحتها إنها تتبعها في حالة اكتشاف المقبرة الرئيسية بغرفتها بما تحويه من جثث. كانت الخطة بتقوم على إنكار كل صلة لها بالأمر وكل صلة لحسب الله بالأمر، والزعم إنهم مطلقين، وبإن حسب الله لا يقيم معها في الغرفة ولا يتردد عليها. وبكده تتبدد الشكوك من حول ريا
لأنه من الصعب أن المحقق يصدق أن امرأة وحيدة ممكن تقتل كل النساء دي وتقوم بدفنهم. وترك حسب الله لريا حرية التصرف بعد كده في إلصاق التهم بآخرين تختارهم حسب ظروف التحقيق وحسب الظروف والأحوال من كل المحيطين بهم، ولم يستثنى أي شخص حتى سكينة ومحمد عبد العال. واعترفت بديعة بعد كده إنها من أول ما اطلعت على أسرار ما يجري في المنزل، أسرار قتل النساء اللي بتحدث في المنزل، كان أبوها حسب الله بيهددها دايما ويحذرها كل فترة ويقول لها اوعي تقولي حاجة، والحد سألك قولي ما شفتش حاجة ولا أعرف أي شيء، وإلا اتبحك وأعمل فيك زيهم. أما بعد اكتشاف الجثة في غرفة سكينة فقال لها حسب الله إذا حد سألك قولي إن اللي عمل كده عرابي أو أحمد الجدر وعديلة الكحكية وجوز خالتك، وما تقوليش عليا ولا على أمك. دي كانت وصايا وتلقينات حسب الله لبنته بديعة. بالتأكيد حسب الله كان بيحتفظ بذكريات سيئة عن البلاغات اللي سبق وقدمتها سكينة ضده لأقسام الشرطة. كان حسب الله ما عندوش أي ثقة في سكينة، ومن الممكن أن حسب الله كان بيتوقع أن سكينة هتعترف عليه هو وريا في أي لحظة. لو مش على سبيل الكيد منهم هيكون نتيجة للضغوط اللي تتعرض ليها من الشرطة، أو بسبب حرمانها من الخمر اللي كانت أدمنته بشدة. نقل حسب الله أفكاره دي لريا، واللي كانت أكثر الجميع إحساسا بمدى الخطر اللي بيهدد حريتها وحياتها واللي تبقى من استقرار حياتها وأسرتها واللي بيقرب أعناقها من حبل المشنقة. بالحالة دي من التوتر العصبي الشديد استقبلت ريا شكوك حسب الله في سكينة كحقيقة لا تقبل النقاش أو المراجعة وكقدر لا فكاك منه. والحقيقة إن سكينة تجنبت لحد الوقت ده أي إشارة لاسم ريا أو حسب الله في التحقيقات، وكان من المستحيل إنها تعترف عليهم إلا لو اعترفت على نفسها. وما كانش الشك في صلة ريا بالجثة اللي تم العثور عليها في غرفة سكينة يتطلب اعتراف سكينة، لأن اكتشاف الجثة في غرفة سكينة دفع الكثير من الناس اللي يعرفوها لتذكر وقائع. الوقائع دي اكتسبت دلالات جديدة بعد ظهور الجثة في غرفة سكينة، بالإضافة إن أهالي الغائبات تنبهوا لأن في احتمال جديد لم يسبق لهم البحث فيه، ممكن يكون ده سبب اختفاء زويهم. ومن الممكن إن بعض المناقشات أو التكهنات دي اتسربت بقصد أو من دون قصد للأنباشي أحمد البرقي من الشرطة السرية. كان الأنباشي أحمد البرقي مكلف مع غيره بإجراء التحريات عن مصير النساء اللي تقدم أقاربهم ببلاغات عن غيابهم، لتحديد صاحبة الجثة اللي تم العثور عليها في بيت الجمال 5 حارة ماكوريس في غرفة سكينة، وعشان يعرفوا مصير النساء الغائبات الأخريات. وبسبب البحث في ظروف اختفاء نزلة بنت أبو الليل، ذهب الأنباشي أحمد البرقي لغرفة ريا في 38 حارة علي بيك الكبير. ما وجدش ريا، بس أدهشوا رائحة البخور اللي كانت بتتسرب من ثقوب النافذة بكثافة. ظل يترصدها لحد ما رجعت ريا الغرفة. دخل الأنباشي أحمد البرقي وراها الغرفة، وجدها بتعيد تبخير الغرفة مرة تانية. ولما عرفت ريا إن أحمد البرقي من رجال الشرطة السرية اتفاجئت وارتبكت. ولما سألها عن نزلة بنت أبو الليل اتأكدت ريا إن أمرها انكشف وإن سكينة اعترفت عليها، وبدأت الاسطوانة اللي كانت حفظتها إنها ما تعرفش حاجة، وإن الرجال كانوا بيأجروا الغرفة ويصطحبوا النساء والنساء دي تختفي بعد كده. ريا وقعت بلسانها من دون ما حد يوقعها، وبدأت تعترف من غير ما حد يجعلها تعترف. السبب الأساسي والرئيسي في اعتراف ريا هو الشكوك اللي زرعها فيها حسب الله بإن سكينة هتعترف عليها، واللي كانت ريا استقبلتها كحقيقة لا مناقشة فيها ولا فكاك منها. كمان ريا كانت بتحس بالفجيعة، وكانت ريا بتحس بالتوتر العصبي الشديد والرهيب لأنها أقرب الناس وأقرب أهل همام للشبهات من الشرطة. وبالتالي بدأت ريا تقر وتعترف بالجثث من دون ما حد يجبرها على الاعتراف زي ما هنشوف دلوقتي. الساعة 5 من مساء نفس اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر سنة 1920 وصل الخبر لليوزباشي إبراهيم حمدي، فأرسل الصول المساعد محمد عبد العليم لمنزل ريا لحد ما ينتهي من عمل عاجل في إيده، ولحق به قبل الساعة 6 بقليل.
قبل الساعة 6 بقليل ذهب اليوزباشي إبراهيم حمدي لغرفة ريا في 38 حارة علي بيك الكبير. وجد ريا بتعترف للصول محمد عبد العليم بأن من بين هؤلاء الرجال عرابي حسان وأحمد الجدر. فأمر اليوزباشي إبراهيم حمدي بالقبض عليهم فورا. دخل اليوزباشي إبراهيم حمدي غرفة ريا وتجول فيها ببصره وسأل ريا وقال لها: فين نظلة يا ريا؟ ودهش دهشة بالغة لما ردت عليه ريا وقالت له: عندك تحت الصندرة. الحقيقة أن اليوزباشي إبراهيم حمدي ما صدقش اللي قالته ريا، وافتكر أنها بتسخر منه أو بتتحداه. ولكن أول ما انحنى عشان يلقي نظرة أسفل الصندرة شم رائحة عفونة لا تطاق، ولاحظ أن البلاط اللي بيغطي أرض المكان تحت الصندرة بينشع برطوبة وبه آثار تراكيب جديدة بتدل على أن البلاط ده تم خلعه وإعادة تثبيته بمواد لاصقة بتختلف عن اللي تم استخدامها في لصق بقية البلاط اللي بيغطي الغرفة. أمر اليوزباشي إبراهيم حمدي بنزع الصندرة فوراً وبإخراج الأدوات المنزلية اللي كانت تحتها، وبدأ في خلع عدد من البلاطات، وتفاجئ لما لقاها بتنخلع معاه بسهولة، وتكاثفت رائحة العفونة بشكل لا يطاق. وبدأ اليوزباشي إبراهيم حمدي ينبش في التراب بقطعة خشب، وظهر جزء من جلباب، وبعده ظهرت أول جثة. وخلال نص ساعة كان الخبر طار للمحافظة والحكمدارية، وامتلأ البيت بالشرطة. وصل مستر وايت رئيس ألم الضبط على رأس مجموعة من مفتشي الضبط والشرطة السرية لاستطلاع الأمر، وتم إخلاء الغرفة فورا. ووصل رجال الشرطة الحفر. كانت في الوقت ده ريا بتجلس واجمة شاردة أمام باب بيتها بتحاول تجمع أفكارها المشوشة وترتب خطة دفاعها. بعد ما انتهت الشرطة من معاينة الغرفة تم نقل ريا لإسم شرطة اللبان، وتواصل العمل بالحفر بالغرفة. ولما وصل مكتبه اتصل اليوزباشي إبراهيم حمدي هاتفيا بوكيل نيابة اللبان وأبلغه بالأمر، ونبهه لصلة الأخوة اللي بتجمع بين الحرمة سكينة اللي عثرت الشرطة على جثة امرأة في أرضية غرفتها في اليوم السابق وتم أحالتها لنيابة المنشية للتحقيق معاها، وبين الحرمة ريا صاحبة الغرفة اللي تم العثور فيها على المقبرة الجديدة. فطلب منه وكيل النيابة أنه يبدأ التحقيقات لحد ما يوصل له. كان الملازم تاني أحمد عبد الفتاح هو اللي تم تكليفه بالإشراف على متابعة الحفر اللي كان بيقوم به جنود اسم شرطة اللبان، ولكنهم ما قدروش يتحملوا رائحة التعفن الرملي اللي كانت بتملأ المكان، واعتذروا بعد قليل عن مواصلة الحفر. فتوقف الحفر لحد ما قابل 4 عمال عاطلين مواصلة الحفر مقابل أجر. بعد قليل من مواصلة الحفر أخرجوا جثة عارية لامرأة ضخمة الجسم لا يغطيها إلا قميص بحمالة على الكتفين، ووجدوا تحتها جمجمة قديمة وعظام بها آثار لحم بشري متحلل. وتم العثور على جثة امرأة ثالثة تركض على جانبيها. تركها الملازم أحمد عبد الفتاح زي ما هي عشان يحافظ عليها، ورجع للإسم عشان يبلغ اليوزباشي إبراهيم حمدي اللي كان بيستمع في الوقت ده لأقوال ريا، وقال له أنه ما قدرش يواصل الحفر لاشتداد الرائحة العفنة وحلول الظلام، وأنه فضل يأجل الحفر للصباح وترك المنزل في حراسة قوة من الجنود برئاسة الجاويش إبراهيم نصر. أنا أعتقد أن أول 3 جثث تم العثور عليهم في مقبرة حجرة ريا في 38 حارة علي بيك الكبير كانوا جثة زنوبة الفرارجية، وجثة بائعة الفلفل، والجثة الثالثة اللي كانت بتركض على إحدى جانبيها هي جثة فردوس بنت فضل عبد الله. ده رأيي وتصوري الشخصي. في الوقت ده كان الملازم تاني أحمد عبد الله من بوليس سري المحافظة ومعاه الصول الشحات محمد والباش جاويش يوسف أبو رماح والأنباشي أحمد البرقي كانوا بينفذوا الأمر اللي أصدره نائب المأمور إبراهيم حمدي بالقبض على عرابي حسان وأحمد الجدر اللي اعترفت ريا بأنهم كانوا بيصحبوا النساء لغرفتها ويخرجوا من غيرهم، والنساء دي بتختفي بعد كده. اهتم ضباط الشرطة ومعاونيهم بالتفتيش عن المشغولات الذهبية وكل اللي يدل على ثراء المتهمين، وبتفتيش بيت عرابي عثروا على كتينة ذهبية بيتدلى منها جنيه من الذهب وساعة معدنية، وما وجدوش في بيت أحمد الجدر أي شيء يفيد التحقيق واقتادوهم فورا لإسم شرطة اللبان.
الساعة 8 وصل محمد بيك حافظ وكيل نيابة اللبان لمبنى اسم شرطة اللبان. وجد عدد كبير جدا من سكان الحي بيحوطوا الاسم وبيحتشدوا أمام الاسم، فأمر محمد بيك حافظ بالتحفظ على اللي ممكن يتطلب التحقيق وجودهم أو اللي هيكون لهم فايدة في التحقيق لاستماع أقوالهم وإبعاد الباقيين عن اسم شرطة اللبان. وبالاستعانة بشيخ الحارة عثر المخبرون في الزحام على زينب أم مصطفى أم ريا وسكينة اللي كانت وصلت محطة قطارات الإسكندرية من كفر الزيات وما وجدتش أي حد في انتظارها. ولما وصلت حارة علي بيك الكبير عرفت اللي حصل لبنتها ريا وبنتها سكينة، فاصطحبت بديعة وذهبت لاسم شرطة اللبان عشان تستطلع الأمر وتطمن على بناتها ريا وسكينة. وكان من ضمن اللي تم التحفظ عليهم خديجة السودانية لعلها تعرف أي شيء عن مصير بنتها فردوس. وأول ما مثلت أمام وكيل النيابة أمر أنه يتم عرض الجثث الثلاثة اللي تم الكشف عنهم حتى الآن عليها. وبدأ محمد بيك حافظ وكيل نيابة اللبان التحقيق مع ريا والاستماع للطبعة الأولى من أقوالها وأكاذبها. ريا اللي استمرت على مدى أكثر من 20 يوم تصدر طبعات مختلفة من أكاذبها طبقا لظروف وأحوال التحقيق. ولأن ريا لما كانت بتدلي بأقوالها في تحقيق الشرطة اللي أجراه اليوزباشي إبراهيم حمدي، لما وصل الملازم عبد الغفار أحمد وأبلغه أمام ريا أنه عثر على 3 جثث فقط، وبالتالي اقتصرت أقوال ريا في طبعتها الأولى على محاولة تبرير دفن 3 جثث في غرفتها. قدمت ريا نفسها الوكيل نيابة اللبان على أنها امرأة ضعيفة مكسورة الجناح، خضعت لسيطرة وسطوة شخص شرير اسمه عرابي حسان قدمته للمحقق بصفته جدع صعيدي وعامل فتوة وكل الجهة بتخاف منه. قالت ريا أنها تعرفت على عرابي حسان وعلى صديقه أحمد الجدر من 3 سنوات لما كانوا من جيرانها في حي المسكوبية اللي كانت بتقيم فيه في الوقت ده. كان عرابي بيمر عليها في الوقت ده ويقول لها اوعي تخافي، إذا حد زعلك أنا أزعله، أنا عرابي الصوامعي. بدأت ريا تبرر وجود 3 جثث اللي تم اكتشافهم حتى الآن، فقالت ريا إنها كانت بتسير في الشارع البرهامي ذات ظهيرة من 7 شهور وقابلت عرابي ومعاه رفيقته نظلة بنت أبو الليل. قال لها عرابي حسان يا بنت يا ريا أنا عاوز أروح بيتك مع نظلة. فلما اعتذرت له ريا وقالت له أنا جوزي بيزعل لما يشوفك عندي، رد عليها عرابي بفظاظة ملعون أبوكي وملعون أبو جوزك. ما قدرتش ريا تواصل اعتراضها، وأكملت ريا إن عرابي أول ما دخل حجرتها مع نظلة قال لها خدي نص الريال ده وهتلنا أكل وغيبي شوية. ولما رجعت ريا بالطعام بعد 2 ساعة وجدت عرابي بينتظرها في مكان قريب من البيت وأعطاها مفتاح الغرفة. ولما سألته عن نظلة قال لها عرابي جاتها القرف دي مستعجلة ومشيت على طول. أكملت ريا وقالت إنها بعد 8 أيام من اليوم ده بدأت تشم رائحة كريهة من تحت الصندرة، ولما استشارت صاحبة البيت نصحتها تبخر الغرفة بالمستكة، وفعلا بخرت الغرفة بالمستكة 2 يوم لحد ما انقطعت الرائحة. بعد 4 شهور قابلها عرابي للمرة التانية بالصدفة، وكان معاه المرة دي صديقه أحمد الجدر، وطلب منها عرابي إنها ترجع البيت وتستناه. فقالت له ريا يا عرابي مرة على مرة جوزي يطلقني وبعدين مين يربي بنتي؟ فقال لها عرابي وآسف على الألفاظ ولكن عايز أنقل لكم الكلام زي ما حصل. قال لها عرابي والله يا بنت الكلب إن ما كنت تطوعيني على فكري أخزق عينيكي. واستسلمت له ريا وسبقته على حجرتها. وبعد قليل اتفاجأت بفتاة بتدخل عليها الحجرة، عرفت إن اسمها فاطمة وإنها بنت خالة أحمد الجدر. وحضر بعدها عرابي وأحمد الجدر، احتجت ريا عليهم وصرخت في وشهم وقالت لهم إيه الخيلة الكذابة دي، هو أنا بيتي كرخانة؟ مسكها عرابي من دراعها وتناه وخبطها في الحيطة وقال لها عرابي لو قلت لا أنا أحط صباعي في عينيكي. ورضخت ريا الأمر وتركت لهم الحجرة وذهبت تشتري لهم الطعام. ولما رجعت وجدت عرابي وأحمد الجدر بيقفوا أمام باب البيت وسألتهم عن المرأة اللي كانت معاهم، فقال لها عرابي دي فضلت تترعش وتقول البيت وسخ وضلمة ويخوف فطردناها. الوقعة الثالثة اللي حكيتها ريا
عشان تبرر وجود الثلاث جثث في أرضية غرفتها، قالت إنها وقعت من أسبوعين فقط لما رجعت ريا من الخارج وجدت بنتها بديعة بتبكي. ولما سألتها ريا عن سبب بكائها عرفت إن عرابي ضربها واقتحم الغرفة ودخل عشان ينام فيها. ولما دخلت ريا على عرابي الغرفة تحتج على تصرفه وعلى ضربه لبنتها وقالت له إن غرفتها مش لوكاندا. قال لها عرابي: والله العظيم يا بنت الكلب لازم أخرب بيتك. وطردها وأغلق الباب على نفسه، ونامت ريا وبنتها بديعة في فناء المنزل. ولما استيقظت ريا وقت العصر وجدت عرابي غادر الغرفة، ومعرفتش ريا كان بيعمل ايه داخل الغرفة او مين اللي زاره خلال الثلاث ساعات اللي امضاهم في غرفتها. دي الثلاث وقائع اللي حكيتهم ريا عشان تبرر وجود الثلاث جثث المدفونين في ارضية غرفتها لحد الوقت ده. اكملت ريا وقالت ان جوزها حسب الله هددها بالطلاق لو شاف عرابي بيدخل البيت مرة تانية. ولانها ما قدرتش تمنع عرابي من التردد على بيتها، اضطرت تستأجر غرفة تانية في باب سدرة عشان تقيم فيها مع زوجها، وكانت بتمضي معظم ساعات النهار في الغرفة دي، ولا تعود لغرفة علي بيك الكبير إلا وقت النوم عشان تنام فيها فقط. ومع ذلك أكدت ريا إن زوجها حسب الله طلقها من 3 شهور لما لاحظ إن عرابي ما زال يتردد عليها في البيت. تصورت ريا وتوهمت إن القصة دي كافية عشان تحقق أركان دفاعها، وكافية لتقديم تفسير لوجود الثلاث جثث اللي تم العثور عليهم في أرضية غرفتها حتى الآن. واللي تخيلت ريا وتوهمت إن البحث هيتوقف عند الثلاث جثث دول. ريا أكدت في الطبعة الأولى من أقوالها وأكاذيبها على خطة دفاعها، إنها امرأة وحيدة ضعيفة لا حول لها ولا قوة، بتعيش من دون راجل بعد ما طلقها زوجها حسب الله، وكمان تسلط عليها 2 من الرجال الأقوياء الأشداء الأشرار الفتوات عرابي حسان وأحمد الجدر، كانوا بيصحبوا النساء لغرفتها ويبعدوها عن الغرفة وترجع كل مرة من المرات الثلاثة اللي حكيتهم لا تجد المرأة ولا تعرف أي شيء عن مصيرها. كان المحور الرئيسي والأساسي في خطة دفاع ريا في المرحلة دي هو التنصل من مسؤوليتها هي وجميع الهمام من وجود الجثث أو معرفتهم بيها. ركزت ريا انها ما كانتش بتقيم في البيت رقم 38 حارة علي بيك الكبير اللي تم العثور فيه على الجثث، واشارت ريا ان غرفتها كانت بتتخذ في غيابها ومن دون علمها مكان للجرائم. وشددت ريا واكدت ان زوجها حسب الله طلقها من 3 شهور. كان ذكاء شديد جدا من ريا اختيار عرابي حسان عشان تستغل وتستثمر الشبهات اللي احاطت بيه وقت اختفاء نزلة بنت ابو الليل، وكمان اصطنعت شريك له لعرابي حسان وهو أحمد محمد عبد العال الشهير بأحمد الجدر، اللي كانت بتربطه علاقة صداقة متينة مع عرابي، وكانوا بيعملوا مع بعض حمالين في المينا، وكمان كانوا بلديات من قرية أبنوب الحمام. كمان حرصت ريا على إخفاء أسماء صاحبات الجثث التلاتة عشان المحقق لا يكتشف صلتها أو صلة أي حد من أقاربها من آل همام بالجثث دي، ما عدا نزلة بنت أبو الليل اللي ذكرت ريا اسمها عشان تأكد اتهامها بعرابي حسان، ومنحت الجثة التانية اسم حركي غير حقيقي. ولأن ريا كانت عارفة أن صاحبة الجثة التالتة هي فردوس بنت فضل عبد الله، تعمدت ريا أنها تتجاهل تماما ذكر أي شيء عنها ما عدا التاريخ اللي يحتمل أنها تكون اندفنت فيه. كمان ريا لم تجزم أن أي حد دخل الغرفة مع عرابي في اليوم ده، وبالتالي هي ما تقدرش توصف صاحبة الجثة ولا تعرف اسمها ولا تعرف أي شيء عنها. وسبب إغفال ريا ذكر أي شيء عن فردوس هو أن ظهور جثة فردوس في أرضية حجرتها بعد الشبهات اللي أحاطت بشقيقتها سكينة في اختفائها كان هيدمر كل خطة دفاع ريا، وهيأكد التهمة عليها وعلى شقيقتها سكينة وعلى آل همام بالكامل. ولكن بعد كده كشفت أسئلة المحقق محمد بيك حافظ وكيل نيابة اللبان كشفت الكثير والكثير من الثقوب غير المنطقية في أقوال ريا وكثير من التناقضات في أقوال ريا. أول شيء لاحظه محمد بيك حافظ هو التناقض بين أقوال ريا أمامه وبين أقوالها من ساعة واحدة فقط في محضر تحقيق الشرطة أمام اليوزباشي إبراهيم حملي، لأن ريا في محضر تحقيق الشرطة من ساعة واحدة فقط قالت وبررت صلتها بعرابي حسان بأن عرابي كان صديق لشقيقها أبو العلا، وإنها تعرفت على عرابي من الطريق ده،
سألها المحقق عن التناقض ده. كانت شكوك ريا المتسلطة عليها إن اكتشاف أمرها نتيجة لاعتراف شقيقتها سكينة عليها، وخوفها من التعرف على جثة فردوس كان هما دول سبب محاولة ريا في تحقيق الشرطة إنها تخلق صلة وربطة مستقلة أو علاقة مستقلة بين عرابي حسان وبين سكينة، بحيث لو تم مواجهة ريا باعتراف سكينة ضدها تقدر تقحمها في الاتهام مباشرة مع عرابي حسان. ريا كانت شخصية ذكية جدا، وبسبب كده زعمت ريا إنها لما زهقت وضاقت من ضغوط عرابي عليها ذهبت لشقيقتها سكينة وقالت لها مش تبعدي عني عرابي يا سكينة. وقالت إن سكينة ردت عليها وقالت لها ده ولد مؤذي وأحسن طريقة تعزلي من البيت. والغالب والواضح إن ريا لما يتم مواجهتها بأقوال أو اعترافات لسكينة ضدها أدركت ريا إنها بلغت في شكوكها، وبسبب كده أغفلت في أقوالها أمام محمد بيك حافظ وكيل نيابة اللبان، أغفلت ذكر الواقعتين دول وبدأت إغفال إنها تقحم سكينة في الأمر. ولكن لما ذكرها المحقق بالواقعتين دول فهمت ريا إن المحقق عايز يتخذ من الواقعتين دول دليل على إنه في صلة بتربط بين أبناء همام التلاتة ريا وسكينة وأبو العلا وبين عرابي حسان، وإنها بتوشك إنها تثبت التهمة على نفسها وعلى أشقائها أبو العلا وسكينة. ومع ذلك لم تنكر ريا اللي قالته، ولكنها حاولت تخفف من أثر الواقعتين دول وقالت للمحقق إن علاقتها بعرابي حسان هي علاقة سكك، وبإن معرفة عرابي حسان بشقيقها أبو العلا وبسكينة علاقة سطحية عابرة. ما كانتش ريا بتتخيل إن كل كلمة قالتها للمحقق محمد بيك حافظ هتكون محل استجواب، وتفاجئت ريا بسيل من الأسئلة التفصيلية اللي وجهها لها المحقق محمد بيك حافظ. كانت ريا بتجيب باختصار شديد بالنفي أو الإيجاب، وتكتشف في ضوء السؤال الثاني إن إجابتها للسؤال السابق غير موفقة فترجع تصححها عشان توقعها الإجابة الجديدة في مأزق آخر، وتضطر تكذب ويقودها الكذب لكذب آخر ولمزيد من الكذب. لما سألها المحقق عن مبرر تصاعد البخور من حجرتها طوال الوقت وطول اليوم اللي تم القبض عليها فيه، أنكرت ريا إنها عملت كده، وقالت إنها ما كانتش بتقيم في الغرفة من وقت القبض على شقيقتها سكينة بعد ما سمعت كلام الناس في السكك إن أختها اعترفت عليها. هنا سألها المحقق إيه اللي يدعوها للخوف طالما إن ملهاش صلة بالقضية اللي اتهمت فيها أختها. ولما سألها محمد بيك حافظ عن الحلق الذهب اللي تم ضبطه عندها، ادعت ريا إن زوجها حسب الله اشتراه لها من شهر واحد بمبلغ 3.5 جنيه، ولكن ريا افتكرت إنها قالت من شوية إن جوزها حسب الله طلقها من 3 شهور، فرجعت تكذب وتأكد إنها اشترته من صايغ، قالت إنها ما تعرفش اسمه وإن الفاتورة بتاعت الشراء بتاعته ضاعت منها. وأنكرت ريا معرفتها بأي حد من أهل نزلة بنت أبو الليل، ونسيت إنها قالت كده، ورجعت تاني تقول عشان تأكد التهمة على عرابي حسان إنها سمعت أم نزلة بتحمل عرابي مسؤولية اختفاء بنتها نزلة، وبالتالي اضطرت ريا إنها تكذب اللي قالته قبل كده، وأقرت إنها تعرف أم نزلة لمجرد إنها تثبت التهمة ضد عرابي حسان. وبعد كل ده وبرغم الكم الهائل من الأكاذيب والتناقضات في أقوال ريا في الطبعة الأولى من أقوالها وأكاذيبها، لم تغير ريا الخطوط العريضة والرئيسية لخطة دفاعها، وهي إنها أصرت إنها امرأة مطلقة وحيدة ضعيفة، وإن عرابي حسان وأحمد الجدر هما المسؤولان عن الجثث اللي تم العثور عليها في أرضية غرفتها. وأكدت ريا إنها لم تشترك معهم وما كانتش تعرف عنهم شيء، ولم تتقاضى منهم تمن استغلال غرفتها في الأمر ده. واعتذرت ريا بضعف ذاكرتها عن التضارب والتناقض في أقوالها. كانت ريا بتكذب بجسارة وجراءة ومن دون خجل، ولما واجهها محمد بيك حافظ بأكاذيبها والتناقض الشديد في أقوالها قالت ريا أنا عقلي مش دفتر. ولما سألها المحقق عن تفسيرها للمصادفة الغريبة والعجيبة اللي حدثت بالعثور على جثث النساء في أرضية غرفتها وكمان غرفة شقيقتها سكينة، قالت ريا ربنا هو العالم. هنقول لكم دلوقتي من كتاب سرداب المومسات جزء عن الأحداث دي في كتاب سرداب المومسات للدكتور محمد عبد الوهاب.
نشطت الشرطة السرية في تحسس الأخبار لمعرفة أهالي الغائبات وسؤال من كان لهم علاقة بهم. وذهب الأنباشي أحمد محمد البرقي بوليس سري منتدب إلى قسم اللبان إلى بيت ريا في شارع علي بك الكبير، فوجد الغرفة مغلقة ولاحظ انبعاث رائحة بخور كثيفة من داخل الغرفة، فخرج وانتظر في مكان بحيث إذا حضرت ريا لا تراه. وبمجرد وصولها ودخولها الغرفة وجدت الأنباشي فوق راسها. فزعت ريا عندما علمت أنه بوليس سري، وقالت ريا هي قالت عليا، فقد ظنت أن سكينة اعترفت عليها وقالت أنا ما أعرفش حاجة، الرجال هم اللي بيجيبوا النسوان ويأجروا الغرفة مني. أبلغ الأنباشي الذكي اليوزباشي إبراهيم حمدي معاون الإسم، فانتقل على الفور إلى منزل ريا ومعه الصول أحمد عبد العليم. وبمجرد دخولهم غرفة ريا شم اليوزباشي رائحة العفونة وسأل ريا في النظلة يا ريا، فقالت له عندك تحت الصندرة. وفي لحظات كانت الصندرة منزوعة والبلاط يقلع وظهرت أول جثة. ووصل الخبر إلى المحافظة وحكم دارية البوليس، وازدحم شارع علي بك الكبير بقيادات البوليس، وتم وضع البيت تحت الحراسة، وكلف بعض الجنود بالحفر داخل الغرفة تحت إشراف ملازم تاني أحمد عبد الفتاح الذي لم يتحمل الرائحة فانتظر خارج المنزل، وتبعه الجنود الذين هربوا من الرائحة النتنة، وتم استدعاء عمال لتكملة الحفر حيث عثروا على جثث جديدة، وكلف الجاويش إبراهيم نصير بحراسة المنزل ليلا. قالت ريا إن المسؤول عن هذه الجرائم هم عرابي حسان وأحمد محمد الجدر، فذهبت قوة مكونة من ملازم تاني أحمد عبد الله بوليس سري المحافظة والصول الشحات محمد أفندي والباش جاويش يوسف أبو رماح والأنباشي أحمد البرقي، وتم القبض عليهم. تجمع عدد كبير من أهالي حي اللبان أمام القسم بدافع الفضول، فأمر محمد بيك حافظ وكيل النيابة بالتحفظ عليهم لربما يوجد بينهم من هو مطلوب للتحقيق، وفعلا وجدت زينب بنت مصطفى أم ريا بينهم. أصبح قسم اللبان كخلية نحل، ضباط من الحكمدارية والمحافظة وكلاء النيابة، وتم العثور على جثتين جدد، وأصبحت الجثث تكتشف في كل منزل أقامت فيه ريا أو سكينة، وأخذ البوليس السري في البحث في كافة الأماكن التي سكنوا فيها. كانت سكينة في الوقت ده بتدور حول نفسها داخل غرفة الحجز بسبب تعطشها لشرب الخمر، فهي مدمنة ولا تستطيع الاستغناء عن الخمر. ده جزء من كتاب سرداب المومسات بيحكي الأحداث دي زي ما شرحناها بالتفصيل. بكده بتكون حلقة النهاردة انتهت. أتمنى أن عمل المتواضع ده يكون نال على إعجابكم ورضاكم، وأتمنى أنكم تدعموا القناة باللايك والشير. إلى اللقاء في الحلقات القادمة أصدقائي الأعزاء، دمتم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.